صباح الخير مشاهدينا. حركة الكواكب تختلف من يوم ليوم، مشان هيك الحظ بيختلف من نهار لنهار. خلينا نكتشف سوا شو مخبيتنا فقرة أوروسكوب لليوم، ومنبلش مع برج الحمل. مهنيا مشكلة قانونية بطريقة لك، وبتناقش بعض الظروف والأوضاع اللي بتجبرك على قبول بعض التصرفات من دون أي اعتراض. أما عاطفيا العصبية ما حتفيدك مع الشريك، والطباع الحاد نتيجة توتر العلاقة بيناتكم وخلافات مش أكتر. صحيا انت قلقان شوي من عوارض صحية مفاجئة أثرت على نفسيتك مؤخرا. برج الثور مهنيا بتتوصل لتسويات كنت بتعتقد انه من الصعب التوصل لها، وبتلتقي اشخاص من عدة اختصاصات، وبتطلع على معلومات جديدة بتفيدك بالمستقبل بعملك. اما عاطفيا ما تكون هجومي مع الشريك بطريقة تعطيك معه، وإلا حتشوف وجه التاني وساعتها ما فيك تلوم. صحيا ما تحمل هموم غيرك، اهتم بهمومك انت وبس بالزيادة. ما كمل نحن مع برج الجوزاء مهنيا كثرة أفكارك بتخليك بحالة ضياع، فركز حتى ما توقع بالغلط نفسه مرتين، لأنه رح يصير عندك مشاكل بعملك كثيرة. عاطفيا أجواء رومانسية، بتحيد بعلاقتك بالشريك وبتقضوا أجمل الأوقات وبتستعيدوا أجمل الذكريات. صحيا قسم وقتك بين العمل المتعب والراحة اللي بتستحقها تما ينعكس الأمر سلبا على صحتك. برج السرطان مهنيا الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي نهار بالسنة، وحتفتح بوجهك مجالات متعددة ما كنت متوقعة. عاطفيا استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية بشكل عليه مفارقة بحياتك، وبقربكم أكثر من بعض. صحيا خفف قد ما فيك من النشويات والحلويات، وخصوصي على العشاء تما تنصح. أما أنت يا مولود برج الأسد مهنياً عليك دفع مبلغ من المال، أو بتضطر تصرف الزيادة لتأمن على حياتك وسلامتك، وهو المصاريف أنت ما كنت عملها حساب. أما عاطفياً عليك أنه تأخذ قرارات مصرية خاصة بالشريك، والقرار بيرجع لك لتحدد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه. صحياً ما تتردد بالاتصال بحكيم الأسنان وتحدد موعد معه للكشف على أسنانك. برج العذراء مهنيا اليوم انت نشيط ومفعم بالحيوية ومتفائل، بتفرض رأيك بالاجتماعات اللي بتجمعك مع ناس مهمين لتنفيذ مشروع ضخم، والنجاح رح يكون حليفك. عاطفيا انطلاقة جديدة بتساعدك على تحقيق استقرار عاطفي، وتحديدا بعد الروتين اللي كانت عم تمرق فيها علاقتك مع الشريك. صحيا كمل بالرجيم اللي وصف لك إيه اختصاص التغذية، حتى لو كان قاسي بس نتيجته كتير بوزيتيف. نوصل لبرج الميزان مهنيا الروتين بالعمل من الأمور اللي عم تسبب لك انزعاج كتير كبير، عن من الأفضل أنه تلاقي الحلول سريعا لهيدي المسألة. أما عاطفيا انتقادات الشريك بتزعجك وبتخليك تنطر الوقت المناسب لتفتح له الموضوع قبل الوصول لطريق مسدود ويكون في كتير مشاكل بيناتكم. صحيا ما تحاول التهرب من التمارين المطلوبة منك لأنها ضرورية لصحتك. عزيزي العقرب مهنيا لازم تبعد عن الروتين والمشاكل اليومية، من المناسب أنه تلتقي ببعض الأصدقاء وترتاح لمجموعة صغيرة بتخليك تشعر بالأمان. أما عاطفيا حب جديد ومحاولات لتعزيز العلاقة، لكن في عراقيل لازم تقطعها للوصول للي أنت عم تسعى له. صحيا تعرف كيف تتعامل مع أمور الحياة المعقدة، لكن ما في مانع أنك تمارس الرياضة بين فترة وفترة حتى لو أنت كنت شايفها منها ضرورية. عزيزي برج القوس مهنيا هيدا اليوم ممتاز اذا بدك توصل رساله معينه، ورح تلاقي جواب ايجابي عليه. اما عاطفيا ما تاخذ قرارات عشوائيه للفت نظر الشريك، فهو راضي عليك مع يلي انت عم تقدم له اياه بالنسبه له كافي. صحيا ما تنغر انه صحتك منيحه واهتم فيها تما ترجع لورا. برج الجدي مهنيا التصرفات الغير مسؤولة منها من مصلحتك، فالمطلوب اليوم هو الالتزام بعملك وكون كتير جدي. أما عاطفيا التحرر من الارتباط بيلزمك تقديم تنازلات للشريك، وخصوصي أنه الأمر ممكن يكون له سلبيات مش من مصلحتك. صحيا من المفيد أنه تكمل التمارين الصباحية واستعد لموسم التزلج هيدا الشتاء. خلينا نشوف حظ برج الدلو مهنيا تنجذب لزميل ناضج بتعتبره مرجع لإلك، وبتصير علاقتك فيه بعض الحساسيات، فبتضطر انه تخفي العلاقه لفترات ما حدا يعرف فيها. اما عاطفيا بينتقل فينوس لبرج الجدي وبخفف من الوهج، وبخليك تضاعف المجهول لتحصل عن جديد عريضه وثقه الحبيب. اما صحيا ما تهمل صحتك حتى بالامور البسيطه، وخصوصا انك حساس كثير.
برج الحوت. مهنيا حاول أن تشوف الأمور بجدية أكبر لتتمكن من فرض وجودك بين الآخرين. أما عاطفيا بتعزز علاقتك الشخصية وبتفتح صفحة جديدة بحياتك العاطفية وبيكون اليوم كله أشواق وحب ورومانسية. أما صحيا بتتحسن صحتك بعد ما كنت بتعاني من مشاكل بالجهاز الهضمي. مولود اليوم بدي عايدك وقل لك عقبال المية. بيعتقد بعض الناس انه مولود اليوم شخص طيب وبسيط، وبيعتقد البعض الاخر انه انسان لئيم وبحب التمرد، ولكن الحقيقة هو انسان ذكي وقوي الارادة وسريع الانفعال. هو متسلط، بيسعى للحقيقة وين ما كانت، بيكره الخسارة، فهو اذا خسر شيء حتى لو كان تافه كتير بيتضايق لدرجة انه معقول يفوت بتبرشن كتير كبيرة. هذه كانت معلوماتنا لليوم، انا بلاقيكم بكرة بفكرة جديدة.